مساء الفل والأنوار عليكم مشاهدينا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجميل إلا الزوز إلا الطوف نفسنا إلا الطوف. هو احنا نسمع اي كلام ونعديه؟ آه عادي. هو احنا المصطلحات خلصت تقريبا. اللزوز ماشي، لكن اللطوف بصي انا بحبك وبقول عليكي بنت بطني كده، هتخليني رجعك من بطني. ومش معنى يعني ان دي مقدمه المفروض نسكت لغايه ما تخلصيها ان احنا نستحمل. لا سوري، مش لدرجه لطوف. طب خلاص لطوف امسحوها شيلوها. يلا يا زروف كملي في الدلع، كملي. ايه دلوعه بيليق عليها؟ لا لا شفتي بيليق عليها. المهم عايزه اقول لكم حاجه بقى. قولي. عايزه اقول لكم حاجه قبل ما نبدا. تدوني ممكن دقيقتين بالظبط يا استاذه انتصار؟ لا لا لا، دقيقتين كتير في البرنامج. لا لا، انا مش هتكلم هنا ودقيقتين هنا، انا مش هتكلم تاني طول الحلقه، ما بيبقاش في حلقه اساسا. خلاص اديها فرصتها. هقول بس حاجه، اسمعي ثانيتين. طيب ونص. طب دقيقتين مش هقول حاجه اوعدك. اتعلمي بقى، اتعلمي بقى الاختصار. حاضر يا ابلة، هسكت كل الحلقه. حاضر يا ابلة، علميها بقى. في بدايه بقى السنة 2017 احنا بنبتدي السنة الجديدة واول شهر في السنة الجديدة، عايز اقول لكم حاجة عني سريعا جدا وهقولها لزميلاتي. انا اتعلمت في البرنامج ده من كل واحدة فيهم حاجات كتير عمري في حياتي ما كنت هتعلمها بجد لو ما كنتش اشتغلت في نفسنا. اول حاجة اتعلمتها من انتصار، اتعلمت يعني ايه الثبات والقوة، يعني ايه امر بحاجات صعبة كتير وبمقاسي كتير ومواقف صعبة، يعني اكون ثابتة واقفة عند موقفي ومحدش يشوف ضعفي، وأحافظ على ثباتي عشان ولادي وعشان عيلتي، وأفصل ما بين مشاكلي وأزماتي، وأقعد على الترابيزة دي وأعمل حلقات كوميدية جدا وأنا فيا اللي محدش عارف. إيه دخل عيالي وعيلتي بالانتوني؟ اتعلمت من حبيبة. إيه ده؟ اتعلمت من حبيبة يعني إيه أؤمن بنفسي، ويعني إيه أبقى واثقة في نفسي، وإحنا مفوق، ويعني إيه أحارب عشان أخد مكاني، ويعني إيه افضل على موقفي ثابته، رغم ان امكانياتي ما تسمحش، محدش يهزني مهما كان بيحاربني او مهما كان مش فاهمني، ويعني ايه اخلي الناس حتى لو مستغربني يحترموني ويحترموا قوتي. دي حاجه انا اتعلمتها منها لانها مش عندي. وختامها مسك. ميرسي. هديكي بالورق في وشي بلحظه الصدق. ميرسي يا هادي، ميرسي جدا. وختامها مسك حبيبة قلبي اللي ما يخفاش عن أي حد مدى حبي ليها واحترامي ليها، بدرية، اللي تعلمت منها يعني إيه ست البلد الجدعة، يعني إيه الكرم، يعني إيه الحنية، يعني إيه الجدعنة، يعني إيه الاحتواء، يعني إيه واحدة واقفة في ظهرك حتى لو هي مش معاكي كل يوم. كرم عمري ما شفته ولا عرفته، يعني إيه واحدة تبقى بتسندك وبتعلمك حاجات جديدة عليكي عمرك ما كنت تتخيل إنك ممكن تتعلميها في يوم من الأيام، لأنها شافت فيكي حاجة محدش تاني شافها، فبشكرها. لان هعيط يا ناس، هعيط بس خلاص. هي في حلقه السنه الجديده خلاص. لا انا بس عايزه اقول حاجه، انا مركزه الله اكبر بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسها، مركزه في عينيها النهارده خضر مش زرق. اللون اتغير على السنه الجديده. ربنا يحرسها. عشان بقى ما نطولش، عايزه تقولي اتعلمتي ايه بدريه من الاخرى؟ لا خلاص انا بس اللي هقول، انا اعلم العفه. لا بس انا الحلقه الجايه بقى انتي، والحلقه الجايه حبيبه واللي بعدها. لا انا عشان اريحكم، عشان ما تستهلكوش شويه. انا ما اتعلمتش حاجه خالص من حد. شكرا. ومش ناوي اتعلم. ومش ناوي اتعلم لان وانت بطلتي التعليم اساسا من سنين. لا لا انا مكمله تعليمي من زمان. هم كانوا بيبعتوكي المدرسه كده يعني بيتمنوا. والنبي ممكن تنقطيني بسكتك في اللحظه المهمه دي؟ والنبي اسكتي شويه. ما تتعلمي حاجه انت صح. انا اسكتي بطلتي. انا ضد التعليم. انا بتشجع يعني دلوقتي كده ضد العلام. انا لا مش ضد العلام، انا ما اقدرش اتعلم من ناس اقل مني في الفكر والتفكير. طبعًا. والهطل طبعًا. ما هو التعليم بقى في الهطل. هو التعليم بقى بيعلمك. هو احنا اكيد اقل مني في الهطل. هو التعليم بقى لما الواحد بيكون متعلم بيفهم ان ما فيش حد في الدنيا اقل منه. مبدئيا دي اهم حاجه في التعليم. مبدئيا الصوت عالي قوي. اهم حاجه الصوت عالي. على فكره احنا كده هنضيع وقت الفقره اللي انت كنت هتزعلي مني ان انا ضيعتها. احنا ضيعنا اكتر من دقيقتين. المهم سريعا بقى نبدا بقى حلقتنا الجميله اللطيفه اللذوذه الظروفه. ايوه الظروفه. واقول لكم وضعنا النهارده لطيفه وظريفه كالعاده، وهي في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن حاجات لازم تعملها قبل ما تتجوز. لازم تطلع تزور مكان مكانين ثلاثه على الاقل بره البلد اللي انت فيها، بره مصر. انواع العلاقات الفاشله. الشيكات على التليفون يا عماد. والله يا روحي دي المساعده الاسيستنت بتاعتي بس ايه يا عماد؟
لقاء مع المطرب حمدي الجنايني. على نار على نار على نار قلبي قاعد على نار، على نار على نار على نار قلبي قاعد على نار. أول موضوع معانا النهاردة عزيزي الرجل، الحاجات اللي لازم 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 تعملها قبل ما تتجوز. وانا مش هتكلم كتير في الانترودكشن بتاعتي، انا هسيب زميلاتي يقولوا لنا الحاجات اللي لازم الراجل يتعلمها او يعرفها او يعملها قبل ما يتجوز. اول حاجة لازم تعملها قبل ما تتجوز انك لازم تحوش وتتصرف كل سنة، انك لازم تطلع تزور مكان مكانين ثلاثة على الأقل بره البلد اللي انت فيها، بره مصر. يعني ما تقوليش طب انا هسافر هنا ليبيا جنبنا، طب انا هسافر السودان تحتنا، لا اطلع اخرج عدي البحار عدي المحيطات قضي اجازة بره البلد. لان انا اوعدك وانا متأكدة والحاجات دي متجربة يا جماعة، بعد ما تتجوز يا حبيبي لا هيبقى عندك لا فلوس تسافر بره ولا عندك صحة اساسا. انت كبيرك هتروح بلطيم هتترمي في الشاليه، حتى لو قالت لك روح هات لنا الغداء صينيه السمك اللي بنعملها دي، هتقول لك روح مش هيبقى فيك حيل تمشي من الشاليه لغايه بتاع السمك اللي في الشارع اللي ورانا عشان تجيب الغداء بتاع الولاد. لو قالت لك تعالى الصبح نروح البحر ما عندكش وقت، ما عندكش ركب، ما عندكش قدم، ما عندكش صحه، هتمشي لغايه البحر تقعد مع عيالك تتفرج عليهم وهم بيستحموا. وانت بصحتك وانت بفلوسك الحق الحق شوف الدنيا، لف العالم شوف الدنيا، ما تقطعنيش في نقطة شوف الدنيا. ما فيش راجل هيبدا يتجوز بعد الفقره دي. تتعلمي منها ايه دي؟ ولا مرات الاب؟ ما هي مرات الاب، مرات الاب بتعلمك انك تصبري على قضاكي لغايه اما ربنا يرحمك منه. دي مرات اب واخت جوز وسلفه عامه. ايه ده؟ انا لاحظت في الحلقات لما بتفرج كل ما بتضربي هيدي بتروح لاخر استوديو وبترجع تاني. بتروح لا ترجع تاني. اصل هي مرنة ما شاء الله. المرأة الكاوتشوك. تاني حاجة لازم تعملها ان انت لازم تشتري حاجة غالية ونفسك فيها، عربية، موتوسيكل، لو عندك هواية طول عمرك نفسك تعملها سكاي دايفنج، أي حاجة يعني هتبقى محتاج فيها مبلغ كبير ونفسك تعملها، علشان انت بعد ما تتجوز كل الحاجات دي مش هتقدر تعملها. هتبقى بتكون بيت، بتصرف على عيلتك، على أولادك، على مراتك، بتبني الكارير بتاعك، يبقى عندك قدامك مليون حاجة. مستحيل هتقدر تحط الثمن قد كده في حاجة زي عربية. صح. فاستمتع دلوقتي وبعدين اتجوز. يعني ايه كارير يا بدريه؟ الكارير العمل بتاعه. برافو يا بدريه، تسليمه يا بدريه. انتوا ليه يا جماعه بتتعاملوا مع بدريه ان هي يعني ما عدش على اعدادي حتى؟ ليه يا جماعه؟ هم ما يعرفوش ان انا عامله نفسي عبيطه. عايزه اعيش. وانا مستمتعه بالهطل. واستاذه بدريه اللي عارفه كل حاجه هنرجع لها، بس خلونا نشوف الناس رايهم ايه في المغامرات قبل الجواز. قبل الجواز هتكون حاجه سو اميزنج بالنسبه للبنات، يعني اتعرف كل يوم على واحده جديده، اكيد هخرج مع بنات كتير. انا مش هتجوز، اتجوز ايه؟ انا عايز اعيش حياتي. هسهر طبعا، هخرج مع بنات، سافر، اشوف اماكن جديده، تحاول تجيب هدوم، هلعب كوره مع اصحابي عشان مش عارف العبها بعد الجواز. سلامه ركبك يا عريس. ارتباطاتي باصحابي البنات يعني هتقل بعد الجواز. اشتري كتب كتير، اخربها، نشرب خمره وحشيش ان شاء الله. خلاص كده. طبعا كلامنا ده لفئه معينه، بنات وحشيش، اللي هي فئه الشاب اللي يقدر يعمل مشروع او الكارير بتاعه زي ما قالت اختنا الفاضله بتاعه شيكاغو البرجر. شيكاغو البرجر دي بقت ولايه جديده، دي شيكاغو البرجر. وزي ما قالت الاخت المدمره انتصار، انا بقى بكلم فئه تانية خالص، فئه الشاب اللي هو بيدبق يدوب وعايش طول حياته يجتهد علشان يجيب حق الجواز بس. فممكن تعمل أقل أشياء تقدر عليها، تخرج مع أصحابك، تروح سينما، الحاجة اللي انت فعلا بعد الجواز ما تقدرش تعملها لأن جوازك تقليدي، وده ما يقللش منك، كل برغوت على قد دمه،
في اللي معاه ويسافر ويروح ويعمل ويعمل مشاريع، وفي يا دوبك اللي بيحوش قرشين علشان يتجوز. ليك برضو متطلبات قبل الجواز، ومتطلبات بسيطة قوي، متطلبات عبيطة قوي، تخرج مع أصحابك، تهيس مع أصحابك، تضحك، تروح البحر، حاجات على قد لحافك مد رجليك. ما أنا بقى بدرية عايزة بقى أعلق على ده، اللي هو من ساعة ما اشتغل كل هدفه في الحياة إن هو يحاول عشان يتجوز. فالواد يبقى خلص مثلا دراسته 21 سنه، لو فرضنا تعليم او 18 لو تعليم متوسط، بيشتغل 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 عشان يتجوز وعنده 25 سنه، جمعيات عشان يجيب الشقه ويفرشها ويبيضها ليه ما تفكرش في حاجه تعملها غير الجواز قبل الجواز؟ عارفه ليه؟ ادي لنفسك، ما دي متعته، هي دي الحاجه الوحيده اللي هدفه في الحياه، عايز اعمل بيت فرحته بدل ما يسافر، لا انا فرحتي يبقى عندي بيبي العب بيه واكبره. ما انا عايزه اقول له ان في السفر في فرحه جميله بتضاهي برضو فرحه الجواز، وانت ما تعرفهاش في السن ده طبعا، في اليومين دول لو عملها كل... تاني وهو كبير ومخلف عيلين مش هيبقى فيها نفس الاحساس واللذه بتاعت لما تسافر فيها وانت شنطه على كتفك، ما هو القرشين بقى في اوتيل صغير او القرشين اللي محوشهم يا يتجوز بيهم يا يسافر بيهم. فلا اتجوز ولما ربنا يكرمني وانا قاعد في بيتي مرتاح، في ست بتحوش معايا، في ست موفرالي، نقدر نسافر سوا. بس خلي بالك السفر هيفتح له عينيه، ويمكن يفكر في الشغل تاني بره، يمكن يحسن دخله، يمكن يغير تفكيره خالص، يمكن يقابل بنت خواجايه حلوه، لا يمكن اولوياته تتغير، يمكن وعينين زرقاء حلوه، خليه يعيش حياته ويتجوز ونشيل عياله بقى ونفرح يا انتصار. ممكن يقابل هدي هنا في مصر، انت كبرتي بقى عايزين نشيل العيال بقى. ما انا عايزه اوعي العيال على خطه الشباب شكلها ايه. بيتدب حبيبي على بوزه كده، بيصعب عليا، بيطلع من بيت جواز. امه لبيت الجواز، انا عايزاه في النص ده والله يتبسط. ده هدفهم صح. بس يا رب يا رب ربنا يقدرهم على تكلفه الجواز. بس هي جمعيه، جمعيه تبقى ضيه الاول او التاني، ولا هتحسي بالفلوس. احاول اشوف جمعيه كده تتجوزي في الاول وتجيبي، ما بتكلمني على ان نفسك وتبتدي الحياه ممكن اخش بنفرين على فكره، انا والبوم اللي على حبيبه ده، والبومه بص بومه كبيره إيه؟ حبيبه، بس شفتوا البومه بتاعتي حلوه اموره، بيتفعلوا بالبوم في بلادنا كتير. ايوه يبقى دي من بره، اما من بلاد بره تتكلم انجليزي برضه. في نهايه الفقره يعني مش عايزين نخضكم ونرعبكم ونكرهكم في الجواز، بس عايزين نقول لكم حاجه، الجواز خطوه مهمه في حياتنا، او خطوه مهمه من خطوات حياتنا، بس مش هو كل حياتنا، ومش هو نهاية حياتنا، ومش هو الحاجة الوحيدة المفروض ننجزها في حياتنا، في حاجات كتير المفروض ننجزها في حياتنا، وأهمها إن إحنا نبقى بشر أحسن وناس أحسن وأشخاص أحسن. فما تستعجلش، الجواز قرار هيدوم معاك المفروض لنهاية عمرك، فمش لازم تاخده بدري، ومش لازم تاخده وانت صغير، ومش لازم تاخده وانت حاسس ان الحياة لسه فيها حاجات كتير انت ما شفتهاش وما عملتهاش، ومش اول بنت انت قابلتها في البلكونة اللي في وشكم هي ديت اللي لازم تتجوزها او ما تخلص دبلوم التجارة، لانه بيشوف مرة واثنين وثلاثة بالظبط. فخد وقتك وما تستعجلش، وغالبا يا جماعة احنا لو كملنا بالطريقة دي بصراحة في البرنامج غالبا بعد سنتين ثلاثة هنكره كل الناس رجالة وستات في الجواز. فقبل ما نعوق اكتر من كده هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا وفقرتنا الثانية، هي أسوأ المكسات في العلاقات الفاشلة في مصر. يعني التو ده اللي في الجواز، الزوج والزوجة ازاي يبقى هو من الشرق وهي من الغرب، ويتجوزوا يجمعهم بيت واحد ويعيش سعيد، فيبقى أسوأ اتنين عاشوا مع بعض جوه هذا البيت. من الحاجات بقى الطريفة ان الزوج يبقى بيتوتي، والزوجة تبقى بتحب الخروج والسهر والفسح ومارينا، وتحب يوم الجمعة تجيب صحابها بتوع المدرسة عندها في البيت، ويبقى قاعدة نسائية، ويوم الخميس من كل أسبوع لازم تسهر بره، يا إما تسهر في بيت واحدة صاحبتها، والصبح تروح النادي، واحدة كده طول الوقت طول الوقت عاملة كده مهيبرة كهربا حياة الدنيا، وموسم الخصومات تنزل تعمل شوبينج، الصبح مش عارفة بيقولوا في افتتاح محل ايه، بيقدم فطار ايه، تجري يا وصحابها تفطر هناك وتتصور وتشير. هو يا حبيب قلب امه بيتوتي، بيحب الكنبة اللي في الصالة،
حب يجيب التلفزيون ويجيب بالليل السوداني السخن ويجيب اللب ويوم تاني يعمل فشار بالملح ويحب يلبس اللاكلوك عشان يتدفى في الشتاء والبلطو وشوية العدس ويغطس في الكنب ويضرب البطانية كده وعايز ياخدها في حضنه كده ويتفرجوا على فيلم كليوباترا ابيض واسود. ده انت يا انتصار. هو النوعية دي ويحب يقفل الموبايلات عشان بيريح في القيلولة، بياخد قيلولة من 5 لـ7 ويصحى من 5 لـ7 ساعتين قيلولة. اه دي قيلولة ان هو بيصحى بدري قوي ويصحى بالقيلولة يشرب الشاي في التراس بره في البلكونة يحط مراته جنبه والنعناع يقوم حاطط النعناع. البيت ليه تفاصيل، البيت ليه حياة، يحب يروق الليفينج ويحط الخلديات جنب بعضها في عز ما هو بيعمل الجو الجميل دي تقول له يلا انا لبست يلا انا هخرج. يقول لها بس انا كنت ناوي نقعد ومشغل فيلم كليوباترا وعامل لك عدس وحاطط لك حمدي بالظبط وحاطط لك حته زبده على الوش وقرنين بصل اخضر اهو ويلا قرنين بصل اخضر في الجو ده طار يحوز. ده انت بوظتي الصوره اللي انت عماله تشرحيها. ما هو هياكل بصل، هي هتاكل بصل قرنين مش هيشموا بعض، مش هيشموا راسين راسين يبقى فحل فلفل راسين بصل اخضر وتعالي تدفي جنبي هتقولوا نو احنا عايزين بره يلا نتبسط الدنيا ساقعه يا روحي خلاص هي ممكن تقعد تتكلم. انا عارفه ان هي ممكن تقعد ساعتين تانيين. عايزه اقول لكم تاني مثل خلاص ده اسرع ميكس في الدنيا لازم يسيب بعض. احنا للمثل اللي بعديه حبيبتي ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ ما تضربينيش بصي حاولي بس. ده بيسموه ايه؟ بيسموه احلى على اي انت عندك كتف عريان تاني مثل تاني مثل هو سي السيد وامينه. سي السيد عنده نظام وهو مخلوق عشان يسيطر على الناس اللي حواليه، تقوم امتى تنام امتى تعمل ايه تطبخ ايه النهارده تنزل من البيت امتى هتجيب ايه هتروح فين هتكلم مين، كل حاجه في حياتها هو عارفها اول باول ويعرفها قبل ما هي تعرفها اصلا، هو ماشيه على نظام. هي بقى مش عارفه تعبر عن نفسها اصلا، شخصيتها للاسف ضعيفه جدا وما بتعرفش تعبر عن اي حاجه اللي هي عايزاه اللي مش عاجبها، فهي عايشه تحت حكمه ومش عارفه تعمل ايه ومش عارفه تتعامل ازاي. في المثل ده طبعا هو دايما هيكون اللي بيستفيد ومسيطر وقادر ان هو يمشي الجو، وهي بتحاول تسايسه باي طريقه. هتفضل في البيت معظم الوقت وهتفضل راضيه باللي بيحصل ومش تفتح بقها، بس للاسف دي يعني مش شايفه ان ده مثل للسعاده ومش خالص. شايفه ان ده مثل لراجل ناجح او علاقه ناجحه. ده معناه ان انت قادر تسيطر على حد ما عندهوش اي نوع ما عندهوش اي نوع من القوه او الشخصيه. في بقى ميكس الستات اللي هي الستات المتفرعنه المستقويه والراجل المغلوب على امره، دي مش بتبقى بقى ايه الشخصيه اللي قالت عليها انتصار مهيبره وعايزه تخرج والجو ده، لا هي الحاكم بامره، الصالون ده نغيره ونجيب مش عارفه ايه، اوضه النوم دي تتشال من هنا ونجيب ايه، لا احنا هنعزل من هنا ونروح. يا ست انت تسكت خالص من فضلك يا عماد. عماد ما تنطقش لما اتكلم. عماد تخلنيش اصغر لك قدام اللي ها. والتليفون لما يرن تيريرين تيريرين. الو ممكن اكلم الاستاذ عماد؟ مين حضرتك؟ انا زميلته في الشغل عايزه اقوله على شيكات مهمه بكره لازم يسلمها. ها عماد. عماد بقى يجي عماد. عماد هرب بقى. عماد هرب ساب البلد. الشيكات على التليفون يا عماد. والله يا روحي دي المساعده الاسيستنت بتاعتي بس. بس ايه يا عماد؟ نسيت مدير النهارده بالظبط. الو كلمها رد عليها وافتح لي سبيكر يا عماد. عماد الو يا روحي البنت قاعده سامعه. افتح. الو 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 ايوه يا سوسن. الو استاذه بدر اتكلمتي في وقت غير مناسب؟ لا يا سوسن اتكلمتي في وقت مناسب جدا حبيبتي. هو اللي موجع امك ولا ايه؟ ها طب باي باي يا سوسن دلوقتي بقى بامضي بكره. دي مين؟ امك. رايه وسكينه بقى. بتقول لك امك. انت مفهمها ان انت عايش مع امك.
حبيبتي انت ماما وانت بابا وانت كل حاجه في حياتك. خش اوضتك يا ماما. حاضر. خش اوضتك. ده بوبي. نطلع تقرير لحد ما اشوف عماد وماما واخته وعيلته في بيت امي. الكوبل ما ينفعش يتجوزوا هما الكوبل اللي هما بيكذبوا على بعض او بيخبوا حاجه عن بعض. مبدئيا القرايب دي ما تنفعش خالص، انا المفروض دي يلغوها. اللي بيتخانقوا دايما على طول وكده، واللي هما مش متفاهمين ومش عارفين يتفاهموا ويتواصلوا مع بعض. اللي هما اشتعتموا بعض قبل كده ما ينفعش ان هما يتجوزوا او ضربها. يعني اللي هما معظم الوقت مع بعض في الشغل، شايفين اسرار بعضيهم، عارفين حياتهم كلها. انواع الكابل اللي ما ينفعوش يرتبطوا، اعتقد ان هما اللي مش يعني مفيش توافق علمي بين الاثنين، ده عنيد ودي عنيده او نفس الشخصيه، دول ما ينفعش لانه اكيد هيبقى في واحد فيهم مش هيعرف يتنازل. اي جاس ان اللي مش هينفع يتجوزوا هما من نفس النوع. ممكن البنت من كوميونتي معينه والولد من كوميونتي اخر، عشان كده ممكن ما يبقاش في توافق ابدا. لو اتنين عصبيين ما ينفعش مع بعض، لازم يبقى حد حاجه وحد حاجه عشان ده يشيل ده وده يوازن ده. في بقى ميكس، ميكس غريب جدا. مفيش ميكس جريل. في يا حبيبتي اجيب لك اطلب لك؟ لا ما بحبوش. احبوش. مفيش شيش طاووق. طاووق. في بقى الراجل اللي بيبقى متربي قوي كده وطالع من بيت متعلم فيه ازاي يحترم المراه وازاي يقدرها وازاي يديها حريتها ويبقى واثق فيها ويشوفها ككائن متكامل، انسان كامل مش ناقص، بيبقى متعلم ومتربي في بيت فيه علاقه زوجيه صحيه وعلاقه عائليه صحيه، فبيطلع بيشوف الست على انها ست مستقله بذاتها، فبيديها حريتها، بيحترمها، بيحترم ارائها، بيسيبها تشتغل، بيسيبها لانه واثق فيها وما عندوش الامراض المجتمعيه الغريبه اللي بتبقى عند بعض الناس. تبقى بقى الست بقى يعني حاسره هو راجل تمام. يدي الحلق للي بلا ودان، المدام بقى بلا ودان خالص، ست مقفله جدا، عايزه راجل في نوعيه ستات كده للاسف، عايزه راجل يزعق وممكن يمد ايده، يقول لك حمش وممكن عايزاه يقعدها في البيت، عايزاه يتدخل في كل حاجه في حياتها، هي بتدخله في كل حاجه في حياتها، لو لبست لبس تقول لك ازاي ما علقش على لبسي ما بيغيرش عليا، لو خرجت مثلا وقال لها اخرجي يا حبيبتي روحي ازاي ما قاليش اقعد في البيت ما بيغيرش عليا، يطلع هو بقى في نظرها ما عندوش احساس، بارد، ما بيحبهاش، ما عندوش رجوله ونخوه، ما بيغيرش عليها، والحقيقه انه هو اللي بيعملها صح وهي اللي فاهمه الرجوله غلط. للاسف هي بقى بتبقى متربيه في بيت شايفه ده من ابوها، شايفه قهر لامها، شايفه تسلط، شايفه تحكم، فهي شافت ان الراجل التمام هو الراجل اللي زي ابوها، في حين انها غلط خالص. الراجل التمام اللي يضرب المدام. وفكرتنا بتثبت حاجه دايما بنقولها بالانجلش، opposites attract. العكس عكس بيجذب بالظبط، انه كلنا بنقول نفس الحاجه، ان بيبقى تلاقي واحد يمين والثانيه شمال فعلا. This is a table. صح صح. انت لقينا حاجه بدري رحتي على This is a table. This is a table. انا عارفه بقى في ميكس بقى نفسنا دونت ميكس، نفسنا انجليزي دونت ميكس. انت بتكلمي مين يا حبيبتي هنا؟ بكلم الكاميرمان. الكاميرمان بكلمه، اصل احنا اصدقاء. ما ده كويس بيسهل في قطع في المونتاج. يعني بيبص هناك ما بتبقاش لا انت كل ما بتقولي قطع في المونتاج بتطلعي انت بتقولي قطع في المونتاج ومكملين برضه. اما انت ما بتشوفيش الحلقات تقريبا صح؟ ما بتشوفيش الحلقات. هي وايده ما بتقولكيش ولا ايه؟ بس خليكي دايما هناك. انا دايما هناك، انا مبسوطه هناك وهم بيحبوني هناك. هلو جايز. ودي اجمل ميكسات اللي موجوده في الحياه حوالينا. لو انتوا عندكم ميكسات تانية احنا لسه ما نعرفهاش ابعتوا لنا واحنا كمان نتكلم فيها في حلقه تانية. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا دي، يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا. ورجعنا لكم لاجمل فقره، فقره الضيف. وفقرتنا النهارده مختلفه تماما. ليه بقى؟ عشان ضيفنا غالي قوي على قلوبنا جميعا، وهتتبسطوا قوي وهتبعتوا لنا شكر ان احنا جبناه لكم، عشان ده نجم جيل الثمانينات والتسعينات. صوته صوت مطرب اصيل من وهو صغير وهو معتمد في الاذاعه، يعني من وهو 13 سنه معتمد، ده احنا كلنا ننفسن عليه. مطرب
شاعر ملحن. معانا المفاجأة الجامدة قوي من ستات نفسنا حمدي الجنايني. البرنامج جميل جدا طبعا وواقعي جدا. النفسنا النهاردة اعتقد انها تبقى مبدرية، انا جاي بنفسنا على كله بس بالحب طبعا. اهلا ازيك عامل ايه؟ منورنا بجد. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك يا حبيبي. هلو مساء الخير. انت تستاهل اكتر من كده، الواحد يقعد يقول فيك شعر. ايه الكلام الرقيق ده؟ والله ربنا يخليك. ازيك عامل ايه؟ ازيكم؟ منور نفسنا. ايه رأيك؟ اتفرج علينا بقى. شايفه انا جاي لكم بالصفار كله. لا والفلفت كمان الاثنين. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. فلفت ايه يعني؟ لابس عربيه؟ الاصفر مقصود يعني النهارده. طبعا. رمز الايه ده؟ رمز الهدوء والسلام والغيره. وانا داخل عمال ابص مين لابس اصفر، مفيش. فانا ايوه يبقى كده قايم بالدور ده النهارده. لا انا اول مره يا حمدي اعرف ان انت باباك كان عازف في فرقه رضا. بابايا الله يرحمه الفنان رؤوف الجنايني، ده فنان عالمي. يعني كان سوليست الاوبرا المصريه، وكان بيدرس في الكونسرفاتوار وبيدرس في كليه التربيه الموسيقيه، ومن الناس اللي عملت اساس للانترتينمنت في برامج المنوعات زمان اللي كانت بتقدمها نجوى ابراهيم وفريال صالح الأسماء الجميلة دي. ويعني راجل موسيقار كبير جدا كان. هو ده اللي خلاك تبدأ غنى من وانت عندك 13 سنة بشكل بروفيشنال؟ هو أنا بدأت غنى بدري عن كده. أنا بدأت غنى وأنا عندي 7 سنين. ودخلت أكاديمية الفنون الكونسير. وبدأت بقى أغني من وأنا عندي 7 سنين. إنما بداية الاحتراف العمل الفني كانت وأنا عندي 19 سنة لما عملت أول ألبوم اللي هو على نار على نار. الأغنية اللي كسرت العالم. بص على فكرة إحنا دلوقتي ممكن نبقى قاعدين مشتاقين نسمعك، وجمهورنا كمان مشتاق إن هو يسمع حمدي الجنايني على نار. طيب هو يعني احنا ممكن نخلي على نار اخر حاجه نغنيها نختم بيها. يبقى انا اغني اغنيه مسك الختام. انتصار بتحبها جدا وكنا بنغنيها دايما في طب ما تغني لنا الحاجه مش الورده. مش عايز اتكلم يا جماعه. حاجه كلها سلطانه كده. انتصار انت جايبه اصحابك عندنا؟ جايبه اللافرز بتوعي كله. اللافرز. طب ممكن بس حاجه الورده، ايه رايك؟ على بال ما انتصار تعيش الدور. اوكي ورده ورده. تيرارارا وعملتي فينا السنين عملت عمايل سودة. عملتي غيرتنا لا فرقتنا فينا الحنين السنين. أوبا. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون أحبك. الله. بس معلش بقى يعني أنا عندي اعتراض، يعني مش عشان اعتراض على أني بحبك؟ لا الأغنية كلها متوجهة هنا. استنى بس على صار ما أنت ياما يا غني توجهت لك وأنا سكت وما اتكلمتش. أيوة بقى جنايني. عينك فيه بقى. عايزاه. ريداء. ليداء. الليلة يا اخشي قدام. بالرغم بقى ان انت من الاصوات الطربيه الناس مش سايبيننا في حالنا. حاجه يعني اخر نفسنا. مش فاهم انا. من الاصوات الطربيه لكن اختفيت فجاه ليه بقى؟
وده كان لفت نظرنا. ونا بلاش الاسئله دي، انا صريح. ما انا عايزاك بقى تقول. ما صرحتي دي بتوديني في داهيه. لا 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 قول. هو انت جيت البرنامج الصح للموضوع ده فعلا. داهيه كلها. اصل ليه يعني احنا بنسال نفسنا ليه في علامه استفهام؟ انت صوتك جامد جدا، اختفيت ليه؟ اولا هو انا ما اختفتش، ومش عايز اقول الكلمه اللي بيقولوها كل الناس، اتحاربت من فنان فلان واتحاربت من فنان فلان، لان ده ما حصلش. بس انا اتحاربت فعلا من شخصيه كبيره كانت في العصر القديم يعني ذات نفوذ كبير جدا، وانا مسامحه بصراحه يعني، الموضوع فرجت خلاص خلص يعني. بس يعني على مدى يمكن 15 سنه اوف. وايه السبب يعني؟ اعتقد انه كان سبب يعني ما يستحقش كل ده. يلا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا مع حمدي الجنايه. ازاي في سنك ما شاء الله ده وبتشتغل وتسع جوازات؟ قال نفسنا وابتدت. تسع ما حضكيش؟ لا نفسنا ابتدت. قولي لي 15. تسع كتير برضه يا حمدي. هلا؟ في امل يعني احنا بنسامح بس تسع شويه. طب اهو تسعه اهو. يبقى انا العشره زي بعض. لا انا شايفه ان هم كتير. لان هو خلي بالكوا هو مش وارث وقاعد على الكنبه ولا فاضي طول النهار قاعد بيشم ورد. وحتى يعني راجل بيشتغل تسعة. وبيربي ابنه يعني ما عندوش وقت ومع كده اتجوز تسع مرات. ازاي تسعة ليه؟ طب يعني انا كان عندي ولد عنده تسع شهور وانفصلت عن مامته بسبب الغيره في اول سنه جواز، فهما صعيده يعني، فقالوا لي يا تاخد الولد مش هنشوفه الا لما يكبر، يا احنا ناخد الولد وانت ما تطلبش تشوفه لغايه ما يكبر. قلت لهم هاتوا الولد سلام عليكم ومشيت. فبقى عيل مع عيل. من هنا انا عايز ام. كان متاح جدا ان انا احب وصاحبه وتمشي الحياه يعني، والولد عند والدتي عند والدي. انا يعني ادمنت الولد وما بقتش بعرف اسيبه خالص، حتى لو عندي سفر وهو عيان الغيه، ما اروحش السفر او ما اروحش الحفله، ما اعملش اي حاجه. وحطيته على رجلي. وفي الوقت ده يمكن انتصار كانت برضو يعني معاصره لل وانا عندي مسرح باخده معايا وانا عندي تصوير باخده معايا. هي عجوزه شايفه وعارفه معاصره. هي من العجوزه؟ من العجوزه بتقول ايه؟ ايوه. انما هي صغيره جدا على الموضوع. من التسع يا جماعه ابو العز عارف عن كل حاجه. ما تحاوليش توقعي شهاب دي. شهاب عارف عن كل حاجه. تسع جوازات، احكي لنا عن اقوى قصه حب منهم كلهم. اكيد لازم في واحده يعني. ده سؤال ده سؤال يا خلينا نطلع المروحه وبعديها نسمع لوين. طيب اللي معاك دلوقتي التسعه، هتصدقيني انا كانت كل شخصيه. ما تقوليش كل التسعه مش هصدق. لا هقول لك كانت كل شخصيه بتتحول على ابني. اوكي. في مراحل عمره المختلفه بقى، من سنه يعني سنه ده يعني انا برضعه، بجيب له وبغير له فاهمه ازاي؟ مش بخلي حد يعمله، ده انا اللي بعمله له. ويمكن انا كنت سبب في اثاره غيرتهم منه. لانه كنت مديله كل الطاقه. وكان هو نمره واحد في كل تصرفات حياتي. فيمكن ده الله اعلم كان بيثير جواهم غيره ما كانتش موجوده. انا بعترف انه ده ممكن يبقى حاصل يعني. يعني اقوى قصه حب كانت برضه تاني. فلما كان بيحصل ان انا بسيب عشان مشكله خاصه بابني او احساسي بانها ما بقتش صافيه مع البيبي ده، انا بنسى الحب ده فعلا. اللي قالوا كرهته. بس اكيد مراتك دلوقتي قصه حب قويه. ما ابنه كبر بقى، مفيش الدافع. لا لا هو الكبار مفيش الدافع. انت متجوز عشان بتحبها. عند حياته بالظبط. ده واحد. اتنين يعني ده اختيارك بحريه يعني. اختيار بحريه. وهي اكتر مده حصلت طولنا على فكره. بس انا عايز اقول لك لسه عايز اقول لها طولتي قوي عشان بدريه مستنيه تبقى رقم 10. معلش. سنة جديدة، كل سنة وانت طيب. وانت طيب. يا ترى عندك نيو ييرز ريزولوشن، هدف جديد؟ طبعا. حاجة جديدة عايز تحققها في السنة الجديدة؟ يعني عايز أعمل عودة للأغاني. لا بس حاجة شخصية يعني بعيد عن العمل. حاجة شخصية عايز يعني أتجوز مرة العشرة. أخت
نختمهم خلاص في الحلقه دي خلصنا لك الريزولوشن. لا مش دي الحكايه بصراحه، مش عايزين نقول كل اسرارنا. بص بقى، انا طلبت منك على نار قلت نختم بيها عشان تبقى مسك الختام، نختم على نار. نختم على نار لو سمحت. مرسي ليكوا جدا، نورتنا نورتنا. مرسي صارت هنعمل روايه. هنعمل والله فاكره. ما انا نازله اعمل معاه روايه بعد الظهر ولا ايه؟ انت وجودك معانا مشرفنا جدا، ربنا يخليك. كنت وحشنا ومش عايزينك توحشنا تاني، عايزينك تبقى قدامنا على طول. ربنا يخليك. خلصت حلقتنا مع ضيفنا الجميل حمدي الجنايني، استنونا في حلقه جديده من نفسنا مع ضيف تاني جميل. باي باي. باي باي، اصبحوا على خير. عشان ما تيجي هنا، ما تيجي تقف هنا وانا اخش لها كده. لما باجي هنا يا انتصار ما بيبقاش في نوم. بتتصرفي تصرفات وقعت البتاع. الطقم بتاع حلايق عقلية، والله كنا بنلبس كده وعلى نار على نار. ولا كرانيش والله. وجبال، فاكره كانت فاكره موضه الجبال؟ طبعا.